السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. وصفة نهار اليوم إن شاء الله راح تكون لي كريب سالي محشيين بلا فيون داشي بطريقة جد سهلة وبسيطة. أيضا الوصفة تاع نهار اليوم فيها زوج حوايج اللي هي العجينة تاع لي كريب وأيضا الحشوة. دوكا راح نبداكم بالعجينة، نوجدها هي الأولى ومن بعد باش نخدم الحشوة. خليكم معايا مع طريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفة. بالنسبة للمقادير عجينة الكراب، واش نحتاج؟ عندي زوج كيسان نتاع فرينة، هذا الكاس ديال فيه 250 مليلتر أو ما يعادل 10 ملاعق نتاع فرينة أو بالغرامات 250 غرام، الناس اللي عندهم الميزان. عندي 3 حبات نتاع البيض يكون الحجم تاعهم كبير، عندي نص سيطرة نتاع الحليب وعندي الملح. دوكا راح نمر معكم مرحلة التحضير. مرحلة التحضير للكراب جد سهلة وبسيطة. بالنسبة للناس اللي يبغاو الكراب سكري، واش يديروا؟ ينحيو يخليو الرشة تاع الملح ويضيفوا ملعقة تاع السكر، ولكن أنا راح ندير اليوم الكراب صالي. ندير زوج كيسان نتاع الفرينة، نضيف أيضا الملح، ملح عادي، نخلط وراح نضيف البيض. بسم الله، البيضة الأولى، البيضة الثانية، ننصحكم كي تبغاو تخدموا لي كراب حاولوا تبداو بهم، سيرتو الا كان راكم في رمضان، يعني لا كي عاد رانا في رمضان من الاحسن تخدموهم هما الاولين لانه يديو وقت شوي في الثلاجة. وايضا نستعين لهنا بالباتر، نبدا نضيف الحليب بالتدريج ونخدم بالباتر حتى نكمل السطرة تاع الحليب كامل. اذا دوكا نضيف الحليب بالتدريج حتى نتحصل على قوام يكون كريمي، يعني يكون سائل عفوا نوعا ما، راح نعطيكم في الاخير كيفاش. ونخلط، بعد ما خلطت بالباتر هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. دوكا انا راح نصفيهم في صفاية باش ما يبقاوليش هذوك الشوائب. بسم الله، نصفيها ومن بعد راح نفوتها للثلاجة، نخليها على الأقل ساعة، على الأقل ساعة. حاولوا تغطيوها بابي فيلم وتفوتوها على الأقل كما قلت لكم ساعة، ومن بعد إن شاء الله باش نقدروا نخدموا بها. إذا دوكا أنا نصفيها ومن بعد إن شاء الله نحطها في الثلاجة ونكمل معاكم نشاط عن نهار اليوم. بعد ما مرت حوالي ساعة على الكراب تاعنا هما في الثلاجة، جا الوقت دوكا اللي راح نطيبهم. نجيبوا كرابية كيما هذه، شوفوا القوام تاعهم بعد ما صفيتهم وفوتهم للثلاجة. دوكا راح نبدا نطيب، ندير شوية زبدة الكرابي تاعنا بهذا الشكل. من بعد نجيب لالوش، ما نعمرهاش بزاف بهذا الشكل. بسم الله، ونحاولوا نهزوا المقلة وندوروا حتى نديروها قلت الكرابي بهذا الشكل، نخليها طيب حتى نشوفها طارت الجوان راح نحيها. دوكا راهي بدات تطير، نحيها غير بالعقل. بسم الله، نزيد نقلبها على الوجه الاخر، نخليها طيب شويه، نحيها، نزيد معاك محبه اخرى نفس الطريقه، ما نعمروش لالوش بزاف. حاولوا نهزوا المقله، نمشيو العجين تاعنا كامل على قيس المقله هذيك باش يجينا شكل مليح. نخليها طيب في عقلها، كي نشوفها بدات تنحى على الجوان نقلبها. بالنسبه لطريقه التحضير حشوه لي كراب سالي تاعنا، واش نحتاج فيهم؟ عندي لهنا 250 غرام فيون داشي، عندي شويه معدنوس، شويه زيتون ديزوسي، وعندي ايضا زبدة حوالي نصف ملعقة نتاع أكل، وعندي أيضا حبة بيض. بالنسبة للتوابل عندي الملح، عندي الفلفل الأحمر، عندي أيضا الكزبر، الكمون، فلفل أسود، هذا هما.
ونحتاج ايضا للثوم. الثوم لازم ديروا حوالي ربع سنه ولا خمسه باش يعطيكم نتيجه مليحه. ممكن اذا حبيتوا الحشوه تاعكم ثاني تجيكم مليحه اكثر واكثر، ضيفوا لها حوالي ملعقه تاع اكل خبز يابس او شابلور باش تجيكم بنينه ومليحه. وفي الاذوق انا راح نطيبها عادي، ومن بعد في الاخير راح نضيف لها الفرماج كحشوه. نطيبها ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. الكراب تاعنا راهم حاضرين، شوفوا كيفاش جاو. دوكا راح نعمرهم. واش نحتاج لهنا؟ نجيب ورقه كما هذه، راح ندير الحشو تاع لا فيوندا اللي خدمته معكم، ضفت له شويه فرماج. نعمرهم كما نعمروا البوراك عادي، وحاولوا تغلقوها. انا راح نعطيكم باش تكون الصوره واضحه. عندي هنا فرماج شيدار من الاحسن اللي يذوب، دائما نقولكم شريوا الفرماج اللي يذوب. ونغلقهم قلت لكم كما البوراك. عندي البيض، ممكن تديروا نتوما الماء والفارينة، عفوا، ونقفل نغلقهم. في الاخير بهذا الشكل حاولوا تعدلوهم، وبنفس الطريقه نكمل مع كامل الحبات. بعد ما كملت روليت كامل لي كريب صالي تاعنا، عندي لهنا البيض وعندي لهنا لا شابلور، راح مرمدهم في البيض بهذا الشكل، ومن بعد نحطهم في الشابلور. نعرف لكم كيفاش بهذا الشكل، ونقليهم. طريقة القلي سهلة، حاولوا ما تكثروش الزيت في المقلة وتنقصوا النار باش يطيبوا من الداخل ومن برا. نكمل كامل الكراب تاعنا بنفس الطريقة، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما نطيبهم. اذا الكراب تاعي راهم واجدين، دار لي كمية لا بأس بها، درت لنا 10 حبات هذيك الكمية تاع العجين. راح نقسمهم لهنا باش تشوفهم كيفاش جاو من الداخل. بسم الله، من الداخل يجيو طريين ومن برا يجيو يقرمشوا. شوفوا الفرماج كيفاش جا، ما شاء الله. الحشوة ثاني رائعة. نزيد نقسم لكم حبة أخرى. أنا راح نقدمهم مقسومين، شوفوا كيفاش. إذا هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم وتجربوها. إذا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم إلا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي أسفل الفيديو، وإذا عجبتكم قناتي ما عليكم إلا ديروا اشتراك ولا أبوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحة، تلاقاو في عد آخر، سلام.